لا لا راكزين وجاهزين، وناس ناس كلها يعني متحدين لانتصار، وناس رادين يعني ما عندهم اي مشكله. و شوفوا بوستيات، اهم حاجه البوستيات، واكتبوا في الصفحات وكده كده، ولغايه نعمل القناه عشان يكون عندنا مراسلين في الارض ونشوف راي الجميع. لا لا ناس تطلع مسائر حتى في المرنة يا شباب ايام الغادي تطلع مسير عديل يعني، عنده مؤتمر وهم يتكلموا. ان شاء الله ان شاء الله. لا معلش تحية يا زول، مرحب بانفصال، وما في زول طيب، يعرضك يا زول، يقول لك سلامتك كتير شكرا لينا ده غنى. شكرا، تحياتنا. طيب افضل انتظار. معلش انا كنت داير ارسل رساله قبل لا يطلع، ماشي كنت داير اقول له مش يعني مسيره ومؤتمر وكذا براه ما يكفي يعني، الاضافه في انه جميع الشباب يكون في وعي، لانه انا لاحظت حاجه يا احمد اتضح لي من خلال اللايفات بمناسبة طلع عليه الشعب السوداني كافة من شرقه إلى غربه من جنوبه إلى شماله، يعني شعب صراحة متأخر العقلية بأمانة، يعني كيف متأخر العقلية؟ شعب ناقص ناقص وعي، الدليل بأنه يعني في حاجات كده ما بتفهم، البلد ماشية لتدهور، البلد زريبة مفتوحة من كل الجهات، البلد فيها أجناس مختلفة، البلد فيها سيطرة غير شرعية، يعني ده بيدل على انه في نقص، بيدل على انه الدوله عباره عن زريبه. لو جينا مسكناها مثلا من ناس الوسط والشمال وغيره، الناس المثقفين والناس المتعلمين والناس المسافرين، ويقول لك احنا ناس سياسيين لا 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 كثرة الدعي، عاكسين في عارف بلدهم، لا عاكسين في بلدهم العلم ولا عاكسين كثرة في الدعي. بلدهم الثقافات الكواعي، يعني لسه في ناس ما عندهم اي عقليه، في ناس ما متعلمين، في ناس تعبانين اقتصاديه، في ناس تعبانين عقليه. ولو جينا مسكنا هنا اقليم دارفور بنرجع بنلقى اغلبيه الناس بيقول لك ان احنا ضد الانفصال، وبعدين لك الناس تمشي وين، وبعدين لك ليه المفروض يكون كده. انا ما قادر افهم، لكن انا من رايي وجهه نظري والله الحاجه اللي انا حللتها في السودان فعلا السودان يعني اذا قلنا نعممها كبيره، واذا قلنا نعممها الشعب بتاعه وعي، الوعي بتاعه ناقص. فيستحسن انا بشوف من وجهة نظري اذا في انفصال يكون احسن. ليه؟ لانه الانفصال ده بيجيب لي حقي. انت لما تفصل دويله، الدويله بتعمر لي كونه كشباب لهم تاثير في دويلتهم، على الاقل بيكون ثقافاتهم متعدده، على الاقل بيكون في امن في منطقتهم، على الاقل بيكون في تعمير في المنطقه، وعلى الاقل انا بيكون عندي حق، أنا كمواطنة في الدويلة دي بكون عندي حق بيجيبوا لي ثقافتي وبكون عندي قانون. فده بيجيب في نوس فرصة، خليك اتفضل ابن النضارة. يا مرحب بك أحمد، حبابك الله. مرحب كل المشاهدين، وكلامك منطقي يا زول. انفصال بس ما تدوا لأي زول فرصة نهاية، لأن 200 ناس كل سنة بيموتوا آلاف أبطال وناس، يعني عز الشباب والنسوين والعيال صغار ويقتلون. اصلا الناس اللي انا ناس دارفور ولا ناس غيرهم ما بيتافقوا، انت انفصلوا دولاتكم اخذ راحتكم، بدل ما في جنجاويد ده قتل وكلام الفارغ اللي بعمله دي، اصلا ما تسمع من كلام اي زول. انفصال ممكن في اسرع وقت، انفصلوا دولاتكم اخذ راحتكم، انه ناس التوحيد الزرقاء ولا دارين يتافقوا ولا دارين بيساموا، حتى هنا ما بيقدر بيساموا، يعني كل كلام فارغ. طيب انفصال دي اهم حاجه، حسي انت قلت انا الناس كلهم قاموا بقعدوا بكوركو بيعملوا حركاتهم، ده من زمان قاعدين وين؟ دي اللي انا بقول لكم، انفصال ده ما تتراجعوا نهايه، انفصلوا، هل ينفصل انا كل الدول يعني السودان ده شكرا. عباره عن الزباله وكلام فارغ بس. شكرا، تسلم، الله يخليك، مع السلامه. تفضل حبوب. السلام عليكم يا متكسره. حبابك الله. كيف الحال؟ بخير والله، تفضل. شغلك طيب يا اخي. والله يا ابو الكسل انا هسي لي 3 سنة قاعد اتابع ودائما قاعد اديك دعوه، لكن ما قاعد ترد لي. انت هسي جيت تقول الحمد لله. طيب امورك شنو يا راجل؟ الحمد لله، تفضل. تعال في الخاص تونس معي. اللايف ده مسخن. طب انا اسمع، انا من ليبيا، من ليبيا هنا، وطبعا انا في دارفور هنا ساكن في منطقه بقول له جلد في غرب جبل مره. ما انفصال ده كيف؟ معانا ولا مع الخيانه؟ والله يا كتل اسمع كلامي ده كويس. ده تنفصل، نحن ننفصل نخلوكم طبعا صح؟ لا 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 اسمع كلامي ما كده، دقيقه شويه كده بس. اتفضل. انا هنا اشتغلنا في الطوروبارو بتاع عبد الواحد محمد نور ده 3 سنة بنشتري ذخيره بقروشنا هنا. الذخيره دي بنشتريها بقروشنا، ما بدينا ذخيره طبعا. يا زول عشان ما تكبر
عشان تتحمل مسؤوليته. اي ونمشي نضرب الجيش السودان، نمشي نضرب الجيش، الجيش ده قاعدين نضربه علينا. برهان ده البرهان ده قبضناه هنا طبعا، طبعا كان ماشي بين اسمه جنة بين نيرتيتي وجلد. الكلام ده متين ماشي يودي الرواتب، ماشي يودي الرواتب بتاع ساكن الجول. الكلام ده متين سنة الزمن ده الزمن ده انا كنت شافي صغير، شافي صغير عمري 8 سنة. ما ده عبد الواحد الكلام ده قاله، لكن انت ما انت اخذت من لسانه وتجيت دير تقوله. لا 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 انا كنت حاضر يا قزل، انا قدامك ده من جد ترى يا راجل. انت عمرك كم سنه كان؟ اه الكلام ده ذاته 200 كان سنه كم؟ عمري 8 سنه، 8 سنه. اي يا اسمع يا قزل، وبعدين ها نحن ننفصل نخلوكم الانفصال ده. انفصال اسمع حاجة، لانه الانفصال ده يا اخوي الحركات المسلحة بتكذب لأهلنا المساكين دي الاول تساكت الناس دي خليها تنفصل. ننفصل ما دار فور كله دار ما قدر ينفصل، انت بتاعي تكون قاعد يا غادي. والله ما كده كمان، كده كمان ما خليتونا برارة، لكن يا قزل كده خليتونا في بديل. قدم لنا لجوء نديك لجوء زي يعني احنا نصب عليك، تقدم لجوء نديك 5 سنوات، بعد ال5 سنوات تستلم الجنسيه عندنا شروط تشتغل عسكري، انت كمان جاي 3 سنوات نخطك في الخطوط العباميه، دقوك طلقه الله الله جعلها. وما بدك تجي تقعد جوا ان شاء الله في الجنينه في 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 في, في, في اي في اي مدينه. لا لا قستير ده، قستير ده احنا ما عندنا في مشكله قدام بس انت ما جدك ده ما مشكله. تسلم شكرا لك، تفضل اخونا هنا. يا كمل لك التهيئه والتقدير. الصفوف الامامي لابد يبقى جنسيه غالي جدا. ايوه وده واحد. واما يا اخوانا كون الموضوع بتاع الانفصال الناس اللي بيحترضوا يعني انا بشوف وجهاتهم نظر فعلا تختلف، لكن ما اعطونا بالبديل يا اخوانا. احنا قلنا يا اخوانا قدر ما يتحدثنا يا اخوانا نضرب الجنجويد والاستيطان الجديد الموجود ده، احنا نضربه عشان نطلعه كدر فورين كلنا موحدين نكون موجودين في ارض بالسلامه والكرامه. لكن الناس ما قدرت تستجيب النداء ده. انت في نفس اللحظه انت مدرر، اهلك بموت يوميا، ارضيك محتله، ما قدرت تستطيع ان تزرع ولا تسحب اكثر من 200 كيلو. اذا وين الحلول؟ احنا دايرين حلول. السبب اللي وصلنا نحن للانفصال ده ما وصلنا للغناء. وصلنا للغناء اذا كان نحن قاعدين في الدوله السودانيه عامه، الاصابع المتحكمين في السلطه هم تبي جيوش القادم من كل انحاء البلد، ارتزاق بما يسمى مجلس السياده لا سياده لهم، متماسكين يقتلوا ناس، الطالب ما يخلوا، طفل ما يخلوا، دري بيدوا الشعب كله بقوه السلاح. طالما نحن لدينا فرصه بتاع انفصال ننفصل، ودليل على ذلك نحن حتى لو انفصلنا يعني ما تركنا دارفورين مباراه وحدهم، نحن لا معانا الدوله تكون جاره، وزي ما ذكرت لابد يكون في شروط، تاخذ في صفوف الاماميه تقاتل، تاخذ الجنسيه. نعم هذه الامور اللي بتصير يا اخوانا. والله العظيم والله لازم كونوا السودان ده انتوا تحلموا كونوا يتوحد، اي مواطن يلقى حقه، اي رقعة جغرافيه من جغرافيه بتاع السودان كونوا يلقى ينال حقوقه وقانون يحترم الجميع. في مواطن درجه 4 درجه 5 دول ما ممكن يبنى بطريقه زي ده، لا يمكن على الاطلاق. الناس لابد تغط الاقليه ده. انت لما تحترض تعال اتينا بالبدائل، البديل الامثل ينجينا يوصلنا لبر الامان. وين وينو كده ورينا، تعالينا بالبديل. انت ما تعرف ساعه تقول انفصال ده بيخلق مشاكل، وين المشاكل؟ لا يوجد اي مشكله، مشاكل انها الموجودين فيه ده. الناس لابد تعرف انفصال اتي عاجلا ام اجلا، مش دار عندك وحده اغاليم دي كلها تنفصل اذا كان صارت النخب والصفوه الموجودين في المركز اذا صاروا بنفس المنوال بنفس السياسات العنصريه والجهويه والغدل والتشريد، البلد دي كلها تنفصل، شرق تنفصل، جبال النوبه ما بلو نايل بغداد تنفصل، يا زول بلد تململ شديد. واذا كان احنا كلنا دار اندو الرساله بس معلش قبالنا ندي فرصه للانتصار عشان تختم الزمن. طيب الزمن باقي لنا 17 دقيقه. طيب قبال ما ندخل اخوتنا انتصار، اخوتنا انتصار عشان تلخص لنا الموضوع في 17 دقيقه دي، ندي فرصه للاخرين و
عندك حاجة؟ أوكي. أنا دار أقوله ما زي ما قلت لك، يعني قلت لك هي أصبحت طبعا السودان بقت دولة شنو؟ يعني دولة زريبة زي ما أنت بتقول، يعني فوضتها جاية من السيادة حقتها، فوضى. الدولة ما فيها قانون، دولة ما فيها نظام، دولة ما فيها حق كويس، دولة ها يعني فوضتها من المسؤولين نفسهم بادين الفوضى. يعني هسي بشوف أنا في بعض الفيديوهات بتاع الضباط جنرالات بيرجعوا بيقولوا بيحترفوا بقضايا حاصلة في السيادة خلف الستار، فأنا برضو طبعا أعتبره إنه جبن. يعني أصبح ليه الشعب السوداني شعب جبان يا أحمد، جبان لأبعد الحد، شعب بتاع بوبار بتاع فشخرة بتاع كلام ساكت زي ما بيقولوا، زي بيتكلم بلسانه لكن لو بتجد ما عندهم أي جدية. دي الحاجة اللي أنا اكتشفتها في الشعب السوداني، والدليل انه اي واحد تلقاه بيشخص نفسه بيشرع لنفسه وبيشوف نفسه هو فهمان وفي نفس الوقت ما عنده اي فهم. والدليل بانه هذا زي حميتي ده الليله جنرالات اخذوا كليه ورتب بيقفوا وراه ولسه بده الشرعيه في كل